عايز اخدكم بقى لحته ثانيه خالص ملهاش اي علاقه باللي احنا بنتكلم فيه من الصبح. في كتير من اولياء الامور وكتير من الاسر بيبقى عندهم مشاكل الى حد كبير مع اطفالهم الا لما يكونوا خجولين زياده عن اللزوم، مهذبين بشكل مبالغ فيه، ما بيعملوش ردود افعال المفروض يعملوها في مواقف بعينها، مواقف معينه. فساعات كتير بيفكروا في ان هم طب ما تيجي نشرك الاولاد دول او اولادنا في رياضات من شأنها ان هي تغير لهم التفصيله دي الى حد كبير في شخصيتهم، ناهيكم طبعا عن اكسابهم المزيد من المهارات والقوه الجسمانيه والعضليه. بنتكلم تحديدا عن رياضه الكيك بوكسنج وتعليم الاطفال الكيك بوكسنج وتعزيز الثقه بالنفس، ده بيكون طبعا شيء ليه معايير وليه اساليب مختلفه الى حد كبير. تعالوا نروح نتفرج سوا على هذا التقرير وان شاء الله نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا. اتفضل. عندنا اول ما اللاعب بيجي بيعمل له زي اختبار مستوى كده، وبنبدا نطلع بالمستوى فتره لحد ما يبدا يتاهل ليه يبقى ضمن الفريق الكبير، وبنعلى معاه بالمستوى واحده واحده. المرحله السنيه اول حاجه، وهو قوه التحمل البدني عنده بتختلف من لاعب للاعب، وبنبدا بقى من هنا نشتغل عليها وبنظبط البرنامج الغذائي والاعداد البدني. هي اللعبه اساسا اول حاجه الكابتن هنا مصاحب اللعيبه جدا، بيبدا يتعلق يوصل مع اللعيبه يصاحبهم يفهم عنهم اكتر في حياتهم، وبنبدا من هنا يعني اللاعب بيبقى ايه بيحب اللعبه من الحب للكابتن فيها واللي هو الدفاع عن النفس، وهو يعني هو كل لاعب هنا في الفرقه عنده حلم وعنده هدف يوصل له، فاللاعب دايما بيبقى متمسك باللعبه اكتر. بصراحه انا في الاول كنت بفكر في ان هو ادربه سويمنج او فوتبول، بس بصراحه لما بدات اشوف الفيديوهات بتاع الاولاد مع كابتن محمود بدات اعمل سيرش على اللعبه، بدات تعجبني اكتر، حبيت اسس ابني كويس، حبيت ان هي حسيت ان هي هتخليه شجاع اكتر فتخليه تساعده بعد كده مستقبلا، من شجاعته دي ان هو يبدا ياخد قرارات في حياته بطريقه كويسه. لعبه ذكاء، لعبة أخلاق، لياقة بدنية، فيها قوة، بس هي مش لعبة عنف بدرجة اللي هي لعبة عنف زي ما الناس فاكرة يعني، بس بناء الشخصية، بتبني له شخصيته أكتر، بالذات لما يكون الولد لسه صغير فبيطلع بينتمي، بتبني له شخصيته كويس، بتنمي ذكائه. احنا عندنا هنا الفريق مختص قوي في البراعم والناشئين، اول حاجه اهتميت بيها هي الاطفال، لان الطفل هو اللي بينشا، هو الطفل عامل زي السفنجه بيشرب اي حاجه انت بتديها له. طبعا زي ما انت لاحظت كل لاعب بيجيب اخره وبيشتغل على اخره، بالنسبه لهم الجسم كله متظبط، بهتم بالنيتريشن البدني بتاعهم، بهتم بان هم يزودوا ثقتهم في نفسهم، لان اهم من الرياضه الاخلاق والتغذيه. هي لعبه اصلا بتدي ثقه لنفس البنت، وملهاش اي علاقه ان البنت تتحول لولد او ان هي جسمها يتغير العضلات او كده، لا الموضوع فعلا ملوش اي علاقه للبنات او ولاد. هو اصلا مش بيغير شكل البنت، عادي هي لعبه زي اي لعبه، بس بتديها ثقه اكتر في نفسها، وكمان بتبقى عندها سرعه بديهه لو اي حد مثلا جه اتحرش او حتى سرقه او اي حاجه، تبقى عندها سرعه بديهه هي المفروض هي هتعمل ايه. هي لعبه فنون قتاليه مختلطه، عشان اتعلم ادافع عن نفسي وابقى احسن واحد في العالم، احسن من اي حد، ابقى مميز وابقى عندي لياقه بدنيه عاليه. انا بحبها وشايف ان انا ان شاء الله احقق حاجه حلوه فيها، وهي لعبه حلوه يعني، عايز ابقى بطل واسطوره. بطل العالم عشان ابقى عندي عضلات.